بس إذا بتقلي أنت شو المشروع اللي هون اللي عم تعمله؟ هو يعني ببساطة مثل ما سنتر للسياحة البيئية، نعتمد على ضيافة بسيطة بتشبه أهلنا الضيافة وبتشبه أهل أغلب الريف اللبناني، يعني مش نحن مميزين بالموضوع، وبتعتمد على بساطة بالخدمة كمان. يعني بتكون شايفة مشروع طبيعي بشكل عام، الهدف من جديد ترجع هيد العلاقة بين اللبناني اللي فقد تواصله مع الطبيعة وبين الطبيعة. هلا هذا الشيء بيتحقق إن كان عبر الضيافة البسيطة وإن كان عبر التجول بهالمكان، يمكن هو من آخر الأمكنة بلبنان بعد هيك شوي نظيفة وبسيطة بس.